قال إسماعيل رحمه الله تعالى: اعلم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. ولماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أهل الحديث لأن الحديث يفسر القرآن ويبينه، وهو من الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل الحديث لأنهم قاموا بحراسة الشريعة وحفظ العقيدة وأداء الدين إلى المسلمين، فكانوا أعلاما على السنة كالإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وحماد بن سلمة. حتى قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يتكلم في أهل الحديث فاعلم أنه على بدعة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ابن أبي قتيلة يقول في أهل الحديث قوم سوء، قال الإمام أحمد: زنديق زنديق. وقال السلف في حماد بن سلمة، قال: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. هؤلاء أعلام السنة وحملتها ونقلت الشرع، هؤلاء الذين أدوا الدين إلينا، وكل له مقامه في نصرة الشريعة وحفظ الدين. ومن أعظمهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.